بقول لك المحضر ده عايز يحجز على الشقه ويعين حارس عليها. طب وانا مالي؟ انا ما بفهمش في الحاجات دي. طيب يا انيسه امضي وخلصيني. انا ما امضيش على حاجه ما اعرفهاش، لا دي شقتي ولا دي مشكلتي. استناها زمانها جايه. ما فيهاش حاجه، الزباين حاجز على كل شيء. اسفه. وبعدين لازم تعرف ان مفيش حد هنا، تقدر تستناها في اي مكان وترجع لها كمان شويه. وانا هوجع دماغي ليه؟ انا هثبت انك رافضه التوقيع. انت حر. صباح الخير. صباح الخير. يا صباح الخير. خير؟ هفضل واقفه على الباب كده ولا ايه؟ لا انا اسفه. اتفضلي بيتك، اتفضلي. ماما فين؟ ماما جوه في المطبخ. انت عايزاها في حاجه؟ لا انا عاوزاكي انت. انا اهلا وسهلا. اتفضلي يا نادية، اتفضلي. لا في اوضتك احسن. ليه؟ في حاجه؟ دلوقتي هتعرفي كل حاجة. خير يا نادي؟ طبعا انت عارفة كل اللي حصل الأيام اللي فاتت دي. أيوة طبعا عارفة. وفاكرة ان جوازتي الأولانية من المرحوم الدكتور منير ما طلعتش منها بحاجة. طبعا فاكره. وجوازتي من رفعت كمان، جوازتي من رفعت طلعت على مفيش. الزباين اللي صاغتهم راحت، حاجزين على كل حاجه حتى الشقه. لا انا اسفه، الحقيقه دي ما اعرفهاش، انت ما قلتليش عليها. وبعدين دي حاجه ما تخصنيش يعني. لا ازاي بقى يعني تبقي صاحبه العز ده كله وصاحبة فيلا وعربية وتتحكمي على مصانع بالألوفات وبقى انا على الحديدة؟ حديدة؟ انت تقصدي ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا السبب في كل العز اللي انت فيه ده. لولايا انا كان زمانك رجعت الشقة دي وانت متطلقة. لكن باللي انا عملته علشانك انفتحت لك كل ابواب الجاه والنعيم. الحقيقة أنا آسفة أوي يا نادية. زي ما أنت شايفة كده ما عنديش وقت علشان أسمع الكلام اللي أنت بتقوليه ده. الحقيقة ما عنديش وقت أبدا أسمع الكلام اللي كله حقد وأنانية ده. اسمعي، أنا ما أخرجش من المولد بلا حمص أبدا. وزي ما ساعدتك لازم تساعديني. أنا ههاجر من مصر خالص، هسافر عند والدتي في لبنان وحسب لي تتمتعي بكل حاجة. أحسن برضو، أهي فرصة تعيشي مع والدتك شوية وتريحيني من شرك أنت وجوزك. لا 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 لا، بلاش الغلط ده. ما تطمنيش روحك قوي كده. أنا عايزة 5000 جنيه والنهاردة. 5000 جنيه؟ منين يا نادية؟ ما كانش يتعز. لا فوقي. ها؟ فوقي يا حلوة. أنا اللي أطلبه منك تنفذيه من غير أعذار. تنفذيه من غير إيه؟ أعذار. الفلوس دي هاخدها النهاردة، إزاي وفين معرفش. أنا اللي معرفش. إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ ابتزاز؟ تهديد؟ لا ابتزاز ولا تهديد. انا هبيعلك العربيه الجديده بتاعتي، هي الوحيده اللي بتحجزت عليها. هبيعهالك ب5000 جنيه مع انها تساوي 10. مش عايزاها، مش عايزاها يا نادية. انا ما بعرفش اسوق. وبعدين انا اسفه، انا ما عنديش المبلغ ده كله. جوزك عنده قد كده 100 مره وفضلي انا، ودلوقتي ما بيأخرش عنك حاجه ابدا. حرام عليك يا نادية، ليه تعملي فيا كده؟
حرام عليك. أنا كلمة واحدة مني لمحمود جوزك يجيح فيها كل مستقبلك. أنت بتقولي إيه؟ أنت فاكرة بكلامك ده هتخوفيني؟ هتهدديني؟ لا، محمود مش هيسمع ولا كلمة من اللي أنت بتقوليه ده. اسمعي، أنت لو قلتي كلمة من ده أنا هقول الحقيقة. هقول الحقيقة. الحقيقة إن أنت اللي زورت التقرير مش أنا. عملت ده كله من ورايا وانا معرفش. الحقيقه ان انت اللي هتغرقي. مش هغرق لوحدي، لازم اغرقك قبل مني. انت مش هيحصل يا ناديه. ماما انت جايه لحد بيتنا عشان تهددي بيتي؟ احنا ما بنتهددش. بنتك هدى مستقبلها في ايدي. المستقبل بيد الله. بس احنا طول عمرنا ناس اشراف لنا كرامتنا وسمعتنا نظيفه، هتيجي انت على اخر الزمن تتحكمي فينا؟ معلش يا ماما، معلش. هدي روحك يا ماما، اطمني اطمني خالص. سيبيها تتكلم، خليها تقول اللي هي عايزاه. هتندم يا هدى. هندم؟ لا يا نادية، انا مش هندم يا نادية. انت اللي هتندمي. انا اللي هخليكي تندمي على كل كلمة قلتيها لي النهاردة. لما اقول الحقيقة، حقيقة جوازك من رفعت والتزوير اللي انت عملتيه في عقد الجواز، كلمة واحدة مني للبوليس تخليك تحصلي جوزك في السجن كده. طب اسمعي بقى، هم 24 ساعة مفيش غيرهم، يا اما المبلغ يا محمود هيعرف كل حاجة. كنت عامله حسابه دلوقتي بتعيطي؟ يا ما نصحتك وقلت لك طريق الغلط، اخرته ندم. ما سمعتيش كلامي، ادي اخرته. معقوله؟ معقوله الفشل يحصلني مره ثالثه؟ معقوله اللي بنيته بقلقي وخوفي ودمعة قلبي يتهد في لحظة بكلمة، كلمة غدر وحقد وأنانية؟ مش معقولة، مش معقولة. ما تديلهاش فرصة. طيب أعمل إيه؟ دبريني يا ماما، أتصرف إزاي؟ فارغ ده، لو كان بيحبك هيغفر لك ومش ممكن يفرط فيكي أبدا. يا ريت يا ريت يا ماما، يا ريت يا ريت يا ماما. يا حبيبة ماما، يا ريت يفهمني، يا ريت. أنا خايفة، خايفة لما أقول له الحقيقة يفهمني غلط يا ماما. لا، هيفهمك صح. يعني أنت هتسيبي نادية هي اللي تقوله؟ طب ونادية تعرف حاجة عن التقرير؟ معقولة؟ الموضوع مش سهل يا محسن. ما يمكن قريتي تقرير تاني ولا حاجة يا ميس. لا يا أستاذ، ميس عندها حق. تقرير أهو. هو ده فعلا التقرير اللي شفته مع ناديه وكان في شنطتها. طب قولي له بقى على الحاجات اللي انت شرحتها لي دلوقتي. شوف يا محمود، الاسم هنا فوق فيه كشط بسيط بين حرف اله والدال، وكمان هنا في وسط التقرير سن المريضه 50 سنه، بس مش بالارقام، بالكتابه. ودي بقى الحاجه اللي محدش خد باله منها. وهنا بقى الاهم، التاريخ بتاع التقرير فيه تصليح بسيط باين كأنه تاريخ السنة دي، لكن التاريخ الصغير اللي على ختم المعمل وإمضى الطبيب التحليل من 3 سنين. دقق فيه شوية وانت تشوفه. صوري أنا ما خدتش بالي أبدا من الحاجات دي. دي شغلتي بقى واخدة عليها. اللي أنا مش قادر أفهمه، ليه كل التغييرات دي كلها مع إن اسم هدى المصري مكتوب فوق؟ ايه بتفكر فيها يا محمود؟ اللي بفكر فيه خطورته مش قادر اقوله. ما تقوله يا محمود، ما احنا كلنا بنفكر مع بعض. اكيد التقرير ده حصل فيه تزوير. التقرير ده مش بتاع هدى، ده اتصلح علشان يبقى بتاع هدى. ومين اللي له مصلحه في كده؟
صاحبة المصلحة. هدى، ازاي كل التقارير دي بتبقى موجودة عند نادية؟ ونادية مش ممكن ابدا تغامر بحاجة زي كده ببساطة. يا ميسة، دي خدمة قصاد خدمة. هدى تطلع لها مستخرج من قسيمة جوازها، ونادية تصلح لها التقرير. تقوم تزور وتودي نفسها في داهية؟ هي واخدة على التزوير. اسمع يا محمود، انا مقتنعة فعلا بكلامك، بس برضو مش قادرة اصدق ان نادية ممكن تورط نفسها في جريمة تزوير. اسمع يا محمود، انت تروح المستشفى وتعرف الحقيقة من هناك، وابسط شيء انك انت تقابل الدكتور زهران اللي بيتابع حالتها، وهو رجع من السفر وهو هيقدر يقولك على كل حاجة. عندك حق يا ميسة، بس اسمعوا يا جماعة، ارجوكم محدش يجيب لها سيرة لغاية يوم السبت الجاي. عندك حق، نكون احنا اتجوزنا وسافرنا على اسكندرية. ست نادي يا حبيب. ايوه. انا المحر، عنده امر بحجز على العربية. كمان لو سمحت وصلت العربية. اتفضل. بس العربية دي بتاعتي مش بتاعت جوزي. بس دي باسم الاستاذ رفعت ياقوت. وماله، انا لسه ما نقلتهاش باسمه. والله لو كان لك الحق فيها ارفعي دعوة واسترديها. اتفضلي. انت متأكد من الكلام ده؟ طبعا يا بيه، انا اول ما اتأكدت جيت ابلغ سيادتك على طول. والاستاذ عبد الحميد المأذون ما جاش يبلغ بنفسه ليه؟ ما انا برضو مأذون يا بيه، بس لسه ما اتأيدتش. بعدين يا بيه، ده انا اللي كاتب قسيمة الجواز دي بخط ايدي يا بيه. اتفضل يا بيه، اتفضل. الصورة اللي عندنا اهي. وتاريخ الوفاة؟ دي افادة رسمية يا بيه بتاريخ وفاة جوزها الاولاني، انا جايبها يا بيه من مكتب الصحة. اتفضل. معنى كده ان الجواز تم قبل العدة ما تخلص. تمام يا بيه، الجواز تم قبل العدة ما تخلص. سعادتك لو تحسبها بالشهور العربي تلاقيها ناقصة 5 ايام، وهنا بقى يوم زي 100، يبقى الجواز باطل يا بيه. والشهود الموقعين تعرفهم؟ لا يا بيه معرفهمش، دول تبع الزوجة يا بيه، هي اللي جابتهم قدامنا وقت كاتب الكتاب. الو؟ ايوه، ابعتولي، ابعتولي على المكتب حالا. شكرا. اسمك وسنك وعنوانك. حضرتك ست نادي يا حبيب؟ ايوه. في حاجة؟ السيد رئيس المباحث عايزك دلوقتي. طيب حفوت عليه بعدين. عايزك على طول، اتفضلي معايا. أنا كنت عملت إيه؟ كل واحد له مليم هياخده. أنا عندي مالية تكفى قد فلوس الناس دي 10 مرات. إذا كنت ارتكبت جريمة أنا مستعد آخد جزائي، لكن أنت، أنت عايشين المدة دي كلها وانت عارفة ان الجواز باطل. والله ما كنت اعرف يا رفعت، انا حسبت العدة غلط. الحمد لله ان الحمل ما تمش. منك لله، منك لله. مش عايز كلام خالص. ما جاوبتيش على سؤالي، ليه قدمت شهادة الطلاق وما قدمتيش شهادة الوفاة مع انها بعدها؟ ما كانش في وقت عشان اجيبها. مش حرام عليكي؟ مش حرام عليكي يا ست انتي وتوديني انا في داهية؟ بس يا سيد عرفة،
سعادة البيه، سعادة البيه ده حرام عشان تكسب دنيتها تخسر اخرتها. والشهود الماضيين على القسيمة كانوا عارفين انك انت لسه في وقت العدة؟ لا ولا انا كمان، لاني حسبتها غلط. هما شافوا قسيمة الطلاق وشاهدوا. لو سمحت يا بيه، انا دلوقتي عاوز عارف عادل. خدوا بره لحد ما عاوزه. قولي اللي انت عايزاه. قالوا مش هتكلم الا لما المحامي يحضر. سيادتك عايز في حاجه تانية يا سعاده البيه؟ استنى بره وما تمشيش عشان عايزك. حاضر يا بيه. انت ممتنع عن ابداء اخوالك ليه؟ انا اسفه بس دي حاجات انا ما بفهمش فيها، وكفايه الغلطه اللي ضيعتني. لازم المحامي بتاعي يحضر. طيب على كل حال انا حاسب ده في المحضر، لكن في ورقه هنا لازم تستلميها. افتكر دي بقى مش عايزه محامي. ورقه ايه؟ قسيمة طلاقك من رفعت. طلاقي؟ مالك يا دولت؟ ايه طلعت ونزلت كده مرتين ليه؟ محمود ماله؟ مش عارفة، من ساعة ما رجع من الشركة وهو سرحان ومشغول زي التايه. هو لسه صاحي؟ اللي كان بينام قبل ما يحط دماغه على المخدة. ما تشغليش بالك يا دولت، تلاقيه بس قلقان علشان انا مسافر وحيبقى هو لوحده. يعني دي اول مرة تسافر وتسيب لوحده في الشركة؟ لا، ما هو المصنع دلوقتي غير الأول يا دولت. إن شاء الله بكرة هدى تنزل الشغل وتبقى معاه. الباسبور بتاعي فين؟ فوق في الشنطة في أول جيب. أنا أصلي فاهمة محمود وعارفاه كويس قوي، لما ينفرد بنفسه يبقى ناوي على حاجة. لا لا، مش هيعرف، أكيد مش هيعرف. هي ما تقدرش تقول له حاجة، مستحيل تقدر تقول له حاجة. حتى لو قالت له معقولة يصدقها بالسهولة دي بالبساطة دي؟
لا لا ما افتكرش ما افتكرش طبعا. معقولة كل اللي بنيته يتهد في لحظة؟ معقولة كل اللي بنيته يتهد في لحظة؟ كل الحلم الجميل، كل البيت العالي ده، معقولة لحظة جبن وحقد وأنانية تهد فوق راسي؟ ده لو حصل تبقى مصيبة، مصيبة، لأني مش هقدر أشيله، مش هقدر أستحمله. أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة. يا ده أنا تعبانة قوي، تعبانة قوي، تعبانة قوي. وتسلمت الزوجة قسيمة طلاقها بالقسم، وقد أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق. هذه آخرتها، الراجل ومراته في السجن. وهي يعني كانت مراته؟ الغرض ربنا ستر بقى. على كل حال أحسن حاجة إنك قلت المحسن يجيب ميسة تقعد معانا هنا الكام يوم دول. طبعا، ما لها تقعد لوحدها هناك إزاي؟ معلومة هي مش هتطول هنا، يعني انت عارفة كلها الليلة دي، وبكرة يتجوزوا ويسافروا على اسكندرية يقضوا شهر العسل. كان نفسي فرحهم يبقى ليلة كبيرة ونادي الحبايب والأصحاب. هاهي بقى الظروف يا دولت. على العموم ميسة طلعت عقلة جدا، فضلت انها توفر المصاريف وتستفيد بيها هي ومحسن. عين العقل. كل سنة كان عيد جوازنا بيبقى فرصة نتلم فيها كلنا وتبقى فرحة لكل البيت. الأيام بتجري يا دولت، والسنة دي مش زي اللي قبلها. السنة دي الأولاد كلهم في بيوتهم. على العموم أنا ما حضر لك حاجة أنا وإنتي، إنما بقى هخليها لك مفاجأة. لا قولها دلوقتي. الله، إنتي عايزة تعرفيها قبل أوانها ولا إيه؟ طبعا، عشان أفرح مرتين دلوقتي وساعتها. طيب يا ستي فرح، هنسافر ايطاليا انا وانتي، نمضي هناك اسبوعين ان شاء الله. معقول؟ طبعا. الله، ليه؟ هو احنا عجزنا ولا ايه؟ يا دولت. ايوه صفيه، الفلوس هي قبل ما انسى. وبعدين شوفي الروجيتا، قولي له، قولي للدكتور اللي تحت ده الدواء الاولاني والثالث. ها حاضر. الاجزخانه اللي تحت. حاضر. بسرعه. حاضر. بسرعه يا صفيه، اعملي معروف. سلامتك، سلامتك من قولك. ماما، انا بعت صفية الاجزخانة اللي تحت علشان تجيب الدواء، وحتيجي حالا، وحتى كمان الحقنة حطها على النار. تعبانة. سلامتك. تعبانة يا أبي عودة، هو اللي بحصل ده كل شوية. يا ريتني أنا بدالك يا ماما. بعد الشر عليك يا ضايا، بعد الشر عليك. النصايب كلها، كل النصايب بتتحدف مرة واحدة. مش قادرة عليها لوحدي يا عودة، مش قادرة عليها، وخايفة عليك، خايفة عليك أوي يا ضايا. ما تخافيش يا ماما، عشان خاطر هدى بنتك حبيبتك، ما تخافيش وما تقلقيش، ان شاء الله كل شيء هيبقى كويس. عشان خاطر، عشان خاطر يا ماما، عشان خاطر بلاش عياط، عشان خاطر هدى. المهم صحتك انت. استريح يا ماما. خلاص حبيبتي. Thank you.
الو. اهلا يا هدى، انت فين لحد دلوقتي؟ ما كنتيش ليه؟ ده احنا كلنا جاهزين على الفرح. ايه؟ امتى؟ لا سلامتها الف سلامه. طب انا هجيلك دلوقتي. تيجي ازاي؟ معقوله تسيب محسن في يوم زي ده، يوم فرحه؟ خليك معاه، بسهولي هو وميسه، وقول لهم الف مبروك. حاضر، اول ماما ما تتحسن حاجي على طول. هي حالتها صعبه للدرجه دي؟ قوي قوي يا محمود. ماما تعبانه جدا وانا كمان. محمود انا تعبانه قوي. محمود انا عايزه اقولك على حاجات كتير قوي. انا محتاجه لك، عايزه اقولك على حاجات كتير وكلها ما تتاجلش. ايوه ما تتاجلش. طيب يا هدى، اللي رايحك لما تيجي نبقى نتكلم. مع السلامه. مالها الست جليل؟ جالها ازمه قلبيه وهدى مش هتقدر تيجي الفرح. يبقى لازم تروح دلوقتي تسال عليها الاول. حضرتك سامع هدى اهو مش عايزاني اسيب محسن في ليله زي دي. مسكينه الست جليله، هي عيانه وبنتها عيانه، ربنا معاها. طب يلا بينا احنا عشان ما نتاخرش على محسن. هو القمر مش ناوي يطلع علينا ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ايه الجمال والحلاوه دي كلها؟ بلاش مبالغه بقى. لا انا مش مصدق نفسي، لازم اتاكد اني مش بحلم. هذا هتعمل ايه؟ ممنوع الاقتراب وممنوع اللمس. حاجه عشان تصبير على ما اوسم كده. ها اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، يا الف نهار ابيض. مبروك يا ست ناسي. متشكرين قوي، تعبناك معانا. ربنا يكرمك يا بيه، والف نهار ابيض والف مبروك. الله يخليك. اسمع، لو عايز اي حاجه البيت اهو، فاهم؟ دايما عامل بحسك يا بيه. السلام عليكم. مع السلامه. احنا مستنيين ايه؟ مش هتيلا بينا بقى؟ ها محمود، انا كنت طالع صحيك، اصل بابا هيتاخر شويه في النوم بعد سهره امبارح. ما انا برضه ماما كنت عامل حسابي. هتروح لمراتك تشوفها وتسال عليها؟ طبعا دي اول حاجه هعملها. طب اجي معاك؟ لا ماما ملوش لزوم، خليك انت هنا مع بابا. انت عارفه دلوقتي البيت فاضي ما فيهوش حد، والبركه فيكي بقى. طب استنى، خد دول اديهم لهدى ومامتها لحسن يفتكروا ان احنا ما سالناش فيهم ولا حاجه. طول عمرك عظيمه يا ماما، مفيش حاجه تفوتك ابدا. تفوتني ازاي يا ابني؟ دي اصوله لازم نراعيها. وقد سافر العروسان لقضاء شهر العسل في الاسكندريه. الله، اما صورتهم حلوه بشكل في الجرنان. شوف يا ماما، دي صوره ميسه ومحسن. ربنا يسعدهم يا بنتي. يا رب. انت عارفه يا ماما هم عملوا ايه؟ هم اخذوا الشقه بتاعه مامة ميسه اللي قدام ناديه وفرشوها، شقه هايله قوي. عقبال كده ما اشوفك في بيتك سعيده ومتهنيه. تفتكري يا ماما ان كل شيء انتهى خلاص؟ تفتكري ان الكابوس زال وما عادش في حاجه تهدد حياتي مع محمود؟ تفتكري ان انا هقدر اروح له النهارده الفيلا في الروضه واحكي له على كل حاجه، وانه هيسامحني على اي حاجه، ونطلع الفيلا بتاعتنا على طول؟ قولي يا رب يا بنتي. يا رب. اهلا باشمهندس. مدام هدى ازاي؟ الحمد لله كويس. بقول يا دكتور، يا ترى مكتب الدكتور زهران فين؟ ليه، اي خدمه؟ يعني انا كنت عايزه في حاجه خاصه. اول مكتب على الشمال. يا ترى هو موجود؟ موجود، اتفضل. متشكر. العفو. غريبه، مش عارفه ايه الاخر محمود ده، حتى ما جاش على الغدا.
تلاقيه مشغول بيرتب شغل الشركة علشان عارف ان احنا مسافرين. وانت بقى مش تخلص شغل؟ انت من العصر وانت بتشتغل. ان جيت للحق يا دولت، انا عايز استريح بقى من شغل الشركة. السن له حكمه. ربنا يديلك الصحة وطول العمر. خلاص يا دولت، الأولاد كل واحد بقى في بيته، واحنا بقى نستريح الأيام اللي فاضل لنا شوية كده. بس ما تتعبش نفسك قوي، قدامك لسه كتير. شوية. شوف يا ستي، آدي عقد فوزية. فوزية بقى لها وبور الطحين والأرض القبلية، ومحسن آدي العقد بتاعه له الأرض البحرية وأرض الجزيرة، ومحمود آدي العقد بتاعه له المصانع، وكلهم بقيمة واحدة تقريبا. ربنا يبارك له. أما أنت يا دولت، ليكي بقى الفيلا وأرض الهرم والحساب اللي في البنك وبوليصة التأمين. أنا كفاية عليا وجودك جنبي يا إسماعيل. يظهر محمود جه، أروح أشوفه وأعمل لك القهوة. محمود. مساء الخير يا ماما. مساء النور. طول النهار بره يا محمود، مفيش تليفون يطمنا عليك؟ مالك؟ مفيش يا ماما، تعبان شوية من كتر الشغل. بس أنا سألت عليك في الشركة ما لقيتكش. في إيه؟ عن إذنك يا ماما، أنا طالع استريح شوية. ما تشغليش بالك انت يا دولت، اصل العبء على محمود كبير قوي. لما هدى بتبقى موجوده في المصنع بتقوم بمعظم الاعمال، تلاقيه هو بقى زعلان علشان كده. ده هدى عند مامتها في البيت، وكمان ما بتروحش الشركه بالليل، اكيد في حاجه حصلت. هو احنا بقى هنقعد له حرس كل شويه يغلط فيها واحنا نصالح؟ ملناش دعوه. مساء الخير. كنت فين لحد دلوقتي؟ ما انت عارف يا حبيبي انا كنت فين. عارف؟ انا مش عارف حاجة خالص. دولت،
رايحة فين؟ اوعى تتدخلي في حاجة ابدا. اذا كانوا زعلانين مع بعض يصفوا هم حساباتهم مع بعض، بس بعيد عننا. اقعد انت. ماما كانت تعبانة قوي يا محمود، فاضطريت ابقى جنبها لغاية ما تبقى كويسة. واول ما بقت كويسة انا جيت على طول. ماما تعبانة بصحيح ولا زيك؟ زي انت تقصد ايه بالظبط يا محمود؟ انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول انك كتابة وخشاشة. انا ستهرم كنت طول النهار ما بين المستشفى والمعمل لغاية لما عرفت اللعبة القذرة اللي لعبتيها عليا انت ونادية. اتفقتوا عليا يا ودا؟ اتفقتوا عليا يا مجرمين يا نصابين؟ يا خسارة، ده انا كنت بحسبك فهمت يا محمود. ده انا كنت بحسبك في كل مرة بحاول اعترف لك فيها انك بتسكتني علشان ما تجرحنيش. كنت بحسب قلبك قدر يشوف ويسمع الكلام اللي حاولت اقوله لك اكتر من الف مرة من غير منطق ولا حرف واحد. لكن يا خسارة، كل ده كان وهم، وهم كبير. وهم؟ انت اللي عايشتيني في وهم، عايشتيني في رعب ليل ونهار، ما خلتنيش اشوف طعم النوم لحظة واحدة. ضحكت عليا يا هدى، ضحكت عليا كل يوم قلق، كل يوم موقف جديد لغاية لما نشفتي دمي وانت ما عندكيش نقطة دم. أنا ضحكت عليك، لكن ما سألتش نفسك ليه؟ والمصلحة مين؟ وعشان إيه؟ صعبان عليك قوي إنك قلقت عليا في لحظة؟ إنك خفت عليا في لحظة؟ ده صعبان عليك القلق اللي قلقته علشان، لكن مش صعبان عليك كل لحظة قلق دفعت دم تمنها علشان. انت بتوزن عواطفك يا باشمهندس، لكن انا عمري ما حاسبتك على تمن شيء اديتهولك. انا ما غشتكش يا محمود، اللي اديتهولك عمره ما كان مغشوش، وغير كده ما تصدقش. ما صدقش، ما صدقش. مش ده التقرير اللي غشيتيني بيه؟ خدتيه من عن بيتك هنية وزورتيه انت ومراتك كلب النصاب رفعت ياقوت، وادعيت انه تقريرك، وتقولي لي ما صدقش. والجواب اللي بعتتهولي ناديه وكتبات خط ايدها وقايلالي فيه على كل حاجه، وتقولي لي ما صدقش. انا مش هقولك ان ناديه هي اللي اقترحت عليا الاقتراح ده، مش هقولك ان انا وقعت في الموقف ده، مش هقولك ان انا حاولت اكتر من مره ان انا اعترف لك يا محمود، اقولك على الموقف اللي انا فيه. مش هقولك ان انا كنت بحافظ على بيتي لتالت مره في حياتي، مش هقولك ان انا كنت بدافع عن نفسي وعنك، عنك انت يا محمود. واللي بيدافع عن حبه يا ست هانم يغش. اللي بيدافع عن حبه يا ست هاني يزور. ومع ذلك انا عمري ما كنت زيك. ايوه انا عمري ما كنت بدافع عن مصنع ومكن وملك، انا كنت بدافع عن قلب ودم ومشاعر مستحيل هتفهم، مستحيل هتفهم، مستحيل حتى. مكان ايه ومصارع ايه؟ انت واحدة طول عمرك عايشة في الوهم، انت واحدة كدابة وغشاشة. ولعلمك البيت ده، البيت ده عمره ما عرف الغش والكدب ابدا، واللي زيك ملوش مكان فيه. برا. انت مستنية ايه؟ انا اللي خلاص قلبي ما عدلوش مكان هنا بعد كده. برا. لأن تحت سقف البيت ده مفيش مشاعر، وعشان كده لازم أخرج. انت طالق، طالق برا، طالق
بقولك بره.